وفاء الو، اتفضلي يا حبيبتي. صباح الخير. صباح النور يا فندم، اتفضلي. لو سمحتي انا حاجه في خالص، لو لا انا اسفه يا فندم، الصوت وحش صعب جدا، مش قادره افهم ولا كلمه. طيب ثواني هظبط التليفون. اتفضلي. الو، اتفضلي يا فندم. صباح الخير. صباح النور، اتفضلي. انا من اسكندريه. أيوة. انا عايزه اسال سياده اللواء على حاجه ثانيه خالص. اتفضلي. بصي دلوقتي لما يبقى واحد كان بيتاجر في المخدرات وقضى عقوبته وطلع، وانسان كويس بس هو الظروف حطيته في حاجه معينه كده، والمهم اتقبض عليه وقضى عقوبته وطلع. اما ياخد اتراك بقى ويطلع ويقضي العقوبه بتاعته ويطلع وخلاص مفيش اي حاجه، هل من حق ضباط الاسم ان هم يبهدلوه ويهنوه ويقولوا له انت لو شفناك ماشي في الشارع هناخدك تاني؟ طب انا ماشي كويس، طب انا همشي كويس، انا مش هيحصل في تاني، انا عايزه اربي ابني. من حقهم ان هم يهددوه وعايزين يطردوه من بلده، وهو ما كانش يعني للدرجه اللي هي يعني. ده سؤال، اسمحي لي يا وفاء احييكي عليه، ولانه السؤال ده بينسحب الحقيقه على كل الاقسام في وزاره الداخليه، مش بس اللي بيتقبض عليه. تزمنا بعد اذن حضرتك، يعني دلوقتي انا دلوقتي حد ادى عقوبته خلاص، اخطا وادى عقوبته وخلاص، وادى عقوبته تمام وخلاص، حس بالذنب وحس بالاهانه اللي ما حدش يتهانى في الدنيا، فالمفروض انا اقومه ان هو يبقى انسان كويس، ولا انا اخليه يطلع طالما كده كده هتقبض عليا تاني فانا هعمل اكتر من كده؟ هل ده ينفع في اقسامنا؟ انت عندك تجربه شخصيه مع حد كده قلتي صح؟ انا عندي تجربه شخصيه مع حد، والحد ده نفسيته انهارت بسبب وهو خارج اتبهدل بهدله ما بعدهاش بهدله. كان مدمن كده. كان مدمن ولا بيتاجر فيها؟ لا كان بيتاجر. كان بيتاجر وقالوا عنه حاجات مش موجوده فيه، ومع ذلك قضى عقوبته وخرج. وظباط الاسم او المباحث بيلاحقوه يعني بيضايقوه. ايوه قال له كده بالنص كده، امشي من هنا لو شفتك في اي مكان هاخدك. طيب دلوقتي تسيب رقمها بس. اه وفاء هنعوز رقمك ضروري من فضلك، هنعوز رقمك. انا عايزه اقف عند النقطه دي بعدين ارجع لموضوع الشرقيه بقى والتاجر اللي بيقول ان الاسم بيقول له، او يعني الساده في المخدرات بيقولوا له انه يعني لا خف بيع شويه دلوقتي او اوقف بيع شويه. اتكلم بس قوي في الجزئيه دي. من يعاقب بالقانون من يتم القبض عليه والتعامل معه وفقا للقانون سواء متعاطي او تاجر؟ تمام. وخلاص ادى العقوبه، طبعا التوبه دي حاجه بينه وبين ربنا ما نقدرش، بس هو قدام المجتمع طبق عليه القانون وخرج بعدها، بنتعامل معاه ازاي يا ست اللواء؟ جهاز انفاذ القانون تعمل بالشرعية والقانون والدستور، وأي مخالف للقانون والدستور بيقع تحت طائلة القانون من أي فئة وعلى أي مستوى في أي مكان في الدولة. مفيش حد فوق القانون. مفيش حد فوق القانون. طيب لما يكون عندي ممارسة زي اللي السيدة وفاء بتتكلم عليها، وأنا الحقيقة أنا عارفة إنه في من ده كتير، احنا كان حتى كان في فيلم المشبوه لعادل امام وفاروق الفيشاوي وسعاد حسني، الفكره يعني ان هو اخطا، بس هو التاني كان عشان في طار لانه كان سارق مسدسه وكده فكان في طار، لكن برضه فكره انه حد خلاص قضى العقوبه وخرج، بس هو طول الوقت بيهان وطول الوقت بيتعامل باسلوب لا يليق، ومن حق اي حد ضابط امين اي حد يوقفه في اي وقت يتطاول عليه ربما، فخلاص فهو زي ما وفاء قالت طب ما انا كده كده متهزق ومتهان وبتاع، طب ما انا ارجع بقى تاني اللي انا كنت فيه، اتوب ليه بقى؟ وزاره الداخليه ما تكونش سبب لعوده مجرم لعالم الاجرام، ولو تسبب ايا من اعضائها فالسيد الوزير حسابه عسير في هذا الموضوع مع الضابط اللي يعمل كده او الفرد او اي حد، لان انا مفروض خلصت عقوبتي واديت اللي عليا ونلت جزائي، انا ممكن لو امارس عمل شرعي محدش يقرب لي خالص يعني، واذا حد قرب له احد امرين، لا اما هو يكون رجع لعالم الجريمه تاني او متوقف، رجع احنا مالناش دعوه بيه، رجع هنظبطه، رجع للحياه السويه
احنا ما نقدرش نقرب له، واللي يقرب له هيتحاسب. احنا عندنا من الوزارات اللي بتحاسب ابنائها. طيب انا في الحاله البلاغ اللي جال حضرتك دلوقتي والست سيده الفاضله اللي بتستنجد بحركة على الهواء، هل ممكن حضرتك هتاخد ارقامها طبعا وتتابعوا الموضوع وتشوفوا القضيه ايه؟ تسيب رقمها في الكتب. هي عملت، ثابت يا شباب رقمها مش كده؟ انا هستأذن.